هلو ماي دير ستيودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل بكل طلاب سنه سته ابتدائي مكملين مع بعض منهج كانكت 6 للصف السادس الابتدائي المنهج الجديد 2024 الترم الاول من كتاب المعاصر. وصلت معاكم النهارده لحل تمارين الدرس الثاني من الوحده الثانيه. النهارده يونت 1 لسن 2 حل الجنرال اكسرسايزز على الدرس. هحل معاكم كل التدريبات ان شاء الله، مش هنسيب ولا اي سؤال خالص من غير ما نحله. يلا بينا نبدأ ونستفيد كده بأمر الله. بسم الله، وهنفتح كتاب المعاصر على بيج 65 وندوس اللايك يا ريت. تعالوا بقى نبدأ يلا درسنا. وأول سؤال معانا هو سؤال الليسننج. خلاص بقى احنا تعودنا، ها التيتشر هيقول النص واحنا هنبقى ماشيين بالقلم معاه. يلا بينا بسم الله. The west court is a large open area. area يبقى المفروض ان انا اكتب كلمة area وهي منطقة. منطقة اكتبها a حرف ال a، r حرف ال r، area e وبعدها a. تمام، نكمل ونسمع. there is a playground. there is a playground and playing field. There are also benches to sit. There are also benches. يبقى المفروض اكتب كلمة ايه؟ benches. اكتبها ازاي؟ الب بي خفيفة مبخرجش هوا من بقي وانا بنطقها، وبعدها ايه؟ حرف الاي بن ن، حرف الان شا السي مع الاتش، وعشان الاسم ده جمع فانا هزود له اي واس. benches. نكمل. children اهو can also grow plants. plants نباتات. يلا نكتبها البي بي strong بخرج هوا من بقي وانا بنطقها ب. بلا ل حرف ال ال، بلا اي بلان حرف ال ان، plant تي plants. يلا نشوف بعد كده ونكمل. he is the teacher. مستر حمدي مستر مهدي he is the teacher who helps in the garden. يلا نكتب garden. الج حرف الجي، جا أ حرف الاي، جار أر حرف الار، جارد د حرف الدي، جارد إيه حرف الاي، والن حرف الان. garden. يلا نقرأ السؤال التاني ونحله مع بعض. هنا المطلوب مني ان انا اكمل السنتنسز اللي قدامي دي بالكلمات دي. علشان نحل سؤال زي ده لازم نترجم كلمة كلمة. جيمانيزيوم اللي هي صالة الألعاب الرياضية. interested مهتم، دي احنا عارفين ان دي بقى صفة ايه؟ بتوصف شخص، دي اخرها ايه ودي، احنا شطار. proud يعني فخور. benches مقاعد. laptop يعني كمبيوتر محمول. number one they made، هم عملوا ايه؟ to sit لكي، to هنا لكي، علشان يجلسوا on عليه in the garden في الحديقة. ها عملوا ايه؟ صنعوا ايه؟ benches مقاعد. تمام، خلي بالكم نربط بين حاجة وحاجة. هنربط بين كلمة bench مقعد وبين sit الجلوس. البنش ده وظيفته ان احنا بنجلس عليه. طيب رقم 2 I'm انا ايه؟ really انا فعلا ايه؟ in ancient Egypt في مصر القديمة. ها أنا مهتم، أنا مهتم في دراسة مصر القديمة ومعرفة information عن تاريخ مصر القديمة. يبقى I am really interested. أنا بوصفني أنا، أنا الشخص I، فهقول interested مهتم. رقم 3 we are very إحنا إيه جدا of our school. طب استنوا، إحنا كده بنوصف نفسنا صح؟ وي. طيب وكمان كلمة very اعرفوا بقى اساسيات يا ولاد. انا في قناة انجليزي كل المراحل نفسي والله بجد ان انا اوصل الانجليزي ده يبقى سهل، يبقى في تريكات كده معينة نبقى عارفينها. ان احنا نشوف كلمة very معناها جدا، تبقوا عارفين على طول ان بعد كلمة very دي هيجي صفة على طول. طيب فبعد very انا هدور على صفة هنا، ايه هي؟ صفة فخور proud. واتأكد كمان ان proud بيجي بعدها حرف الجر of. تمام؟ او proud. الانجليزي محتاج ممارسة،
تحل كتير علشان تبقى شاطر اكتر وتتدرب اكتر واكتر، هتعرف بامر الله تبقى يعني بامر الله ممتازين جدا في الانجليزي. يلا نشوف رقم 4. There are two، بيوجد اتنين ايه for our information technology lessons، لحصة لحصص التكنولوجيا المعلومات. بيوجد اتنين ايه؟ اتنين ايه؟ لابتوبس، صح؟ اكيد طبعا، لان انا هربط التكنولوجيا المعلومات التكنولوجي بالاجهزة زي الكمبيوتر زي اللابتوب، صح؟ يبقى اهو رقم 4 بقى. تعالوا نشوف بقى السؤال رقم 3، وده سؤال الباسج، ونركز علشان سؤال الباسج بيكون الحل بتاعه من القطعة نفسها. مش هقراه تاني ليه؟ علشان احنا قريناه في الدرس، صح؟ علشان ما اطولش عليكم الفيديو، هنحل فيه الاسئله ونركز كده. تعالوا نشوف يلا. نمبر 1، ذا تكست، النص اللي قدامنا ده اسمه باسج، اسمه تكست، القطعه، النص. از، بيكون، اباوت، عن ايه بقى؟ لما يقول لك كده شوف كده اكتر حاجه اتكلم عليها في التكست، اكتر حاجه اتكلم عليها ايه؟ فاكرين؟ هو اتكلم عن ايه؟ عن مسلسل، صح؟ وقعد يحكي بقى المسلسل ده بيحكي عن ايه، صح؟ يبقى عن التي في سيريز، المسلسل تلفزيوني. يلا نشوف رقم 2، the underline word، الكلمة اللي تحتها خط، clever، clever يعني شاطر يعني ماهر، means معناها ايه؟ معناها ايه clever؟ معناها intelligent يعني ذكي او شاطر. طيب يلا نشوف رقم 3، Why is Wonderland popular؟ ليه Wonderland ده popular with people of all ages؟ ليه المسلسل Wonderland دوت مشهور او بين ناس كتيرة من مختلف الاعمار؟ تعالوا نشوف ليه. بصوا كده، هنا هنلاقي اهو، نطلع في القطع، احنا قلنا ان احنا ايه، مش بنخاطب مش بنقول من مخنا، احنا بنحل من القطعة. طيب تعالوا نشوف ليه بقى بيخاطب، هنشوف نفس اللي مكتوب هنا اهو، المسلسل ده is popular with people of all ages، ليه بقى؟ تعالوا نشوف ليه اهو. بس استنوا، احنا عشان هنا قال why، فاحنا هنكتب كلمة كده ليه، معناها ايه؟ because، بسبب، علشان. why معناها لماذا، بسأل بيها عن السبب، فأنا بجاوب بكلمة because أو علشان. فهقول إيه بقى؟ علشان، وأكمل أهو اللي مكتوب، it's interesting because it takes، أو هقول من أول because كده، it takes place in the future on a planet called Wanda. دي كده إجابة رقم 3. طيب رقم 4 بقى، رقم 4، what does Frey decide to do to find his family؟ قرر ايه ان هو يعمل، فري دوت قرر ان يعمل ايه علشان يقابل عيلته؟ ها، قرر انه، تعالوا نشوف، قرر انه يستخبى في سفينة فضاء. بصوا اهو اهو، he decides to hide on a space ship، تمام، which is traveling to Earth. دي رقم 4. طيب يلا نحل رقم السؤال الرابع بقى، بيج 66. ويلا نحل كده السؤال رقم 4. نمبر 1، ذا الاي is a place، هو مكان، where we do experiments، اللي بنعمل فيه التجارب. اول ما نشوف نربط بين حاجه وحاجه، اما نشوف كلمه experiments اللي هي التجارب، هنربط بينها وبين اللابوراتوري، المعمل. طيب رقم 2، هي از فيري ايه، هو ايه جدا، ان ذا هيستوري اوف انشنت ايجيبشنز، في تاريخ المصريين القدماء، هو مهتم. ليه انترستد؟ علشان انا بوصف هنا، هي بوصف هنا الشخص. طيب رقم 3، رقم 3 بقى تعالوا نشوفها، بيقول لي هنا لوك، انظر، the water، المية، is coming out of the beautifully، بتأتي من ايه؟ من الايه؟ من الفاونتينز، النافورات، تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى رقم 4، my father، بابايا، is the person، هو الشخص ايه؟ استنوا كده، الشخص
يبقى هدور على مين على طول؟ على هو. فاكرين هو بتكلم بيها عن ايه؟ عن الاشخاص. طيب رقم 5 we play basketball، احنا بنلعب كرة السلة. in the ايه؟ فين؟ في الجيمنازيوم، في صالة الالعاب الرياضية. تمام، يلا نروح للسؤال الفايف، نمبر 5 ونحل. نمبر 1 the flowers، الورود. الورود grow، بتنمو. in the garden، في الحديقة. are beautiful. طب تعالوا نشوف، عايزين نقول الورود اللي، الزهور التي، اللي. طيب اللي يعني الورود دي ايه؟ اشياء صح؟ وايه الضمير الوصل اللي بشاور فيه على الاشياء؟ ها، ضمير الوصل اللي بشاور فيه على الاشياء which، صح؟ الاشياء which، يبقى هنكتب which. تمام، يلا نشوف رقم 2 the restaurant، المطعم. المطعم يعني مكان. طيب ايه ضمير الوصل اللي بشاور بيه على المكان؟ ها، where للمكان، يبقى where على طول. يلا نشوف رقم 3 the film was very ايه؟ الفيلم، انا هوصف هنا الفيلم انه ممل، يعني بوصف شيء يبقى احط للصفة ايه؟ I و N و G boring. تمام؟ اهي شايفينها؟ طيب رقم 4 the head teacher، يعني ناظر المدرسة. is the person، هو الشخص، شخص يبقى هو على طول. يلا بقى نحل سؤال الترتيب، يلا بينا. اول حاجة احنا هنشوف هنكون كده جملة ولا سؤال. يلا بينا نقرأ الكلمات. proud، فخور. of يعني بي حرف الباء. our، ها، صفة ملكية، حاجة بتاعتنا احنا. we احنا، وschool مدرسة. و are نكون. يلا بقى نكون جملة. ها، هنكون جملة. جملة يعني ايه؟ يلا قولولي. جملة يعني فاعل وفعل. فين الفاعل هنا؟ we احنا. طيب يلا ندور على الفعل. احنا ايه؟ we are. احنا بنكون. بنكون ايه بقى؟ we are proud. احنا بنكون proud، فخورين. واحنا شطار بقى، احنا متابعين قناة انجليزي كل المراحل شطار، وعارفين ان proud بيجي بعدها of، حرف الجر of. we are proud of. ها، عندي اسم وعندي صفة ملكية. لا، انا بكتب صفة الملكية الاول، اتعودوا، لازم صفة الملكية الاول، دي اساسيات عايزاها تثبت في دماغكم قوي. our الاول وبعدين school. يلا نقول we are proud of our school، احنا فخورين بمدرستنا. يلا نحل number 2 laboratories، يعني المعامل. all، كل. the، الالف واللام. equipment، equipment معدات. وhave، عندنا. وthe، الالف واللام. طيب تعالوا نشوف بقى the ها، الالف واللام number 1. وخلي بالكم ان الالف واللام دي بيجي بعدها الاسم الكذا، صح؟ طيب فهنا اقول ذا ايه؟ ال ايه؟ ال ايه؟ ها، المعامل. تمام، فهقول ايه بقى؟ ذا لابوراتوريز، المعامل. المعامل عايزه اقول دي كده المعامل، خلي بالكم دي الفاعل. تمام، ذا لابوراتوريز دي الفاعل، المعامل. ابدا ادور على الفعل، المعامل ايه؟ فيها او لديها. هاف. طيب فيها ايه بقى؟ كل المعدات. هقول ايه بقى؟ اول كل، ها، المعدات. ينفع اقول معدات ال؟ لا، الالف واللام بتيجي الاول، صح؟ يبقى هقول ايه؟ ذا اكويبمنت. طيب يلا نشوف رقم، استنوا عشان تبين. رقم 3 ست، يجلس. ذا، الالف واللام، ال، ليتس، هيا بنا. وقلنا على، وبنش، مقعد. يلا بينا هنقول ايه؟ اول حاجه ليتس. طيب واحنا عارفين ليتس معناها ايه؟ هيا بنا. لازم يجي بعدها ايه؟ لازم يجي بعدها فعل في المصدر. يبقى هنقول ليتس ايه؟ ليتس ست، هيا بنا نجلس. ها، نجلس ايه؟ على، اون، على ايه؟ خلاص احنا عندنا الف ولام واسم. لا، يبقى الالف واللام الاول، المقعد. يبقى هنقولها ازاي بقى؟
let's sit on the bench. طيب يلا بقى رقم 4 science علوم. where معناها اين، أداة استفهام. طب احنا ليه ما قلناهاش ضمير وصل؟ علشان في علامة استفهام هنا، خلاص. فهنا هي أداة استفهام وكمان بادئ بيها الكلام، وطالما بدأت الكلام بوير فوير دي كده أداة استفهام، خلاص. احنا كده هنكون ايه؟ سؤال. يلا كده نفتكر مع بعض ايه تكوين السؤال. اول حاجة أداة الاستفهام، تمام، وهي مين؟ اهي وير، تمام. ابدأ ادور بعد كده ايه؟ انا عندي رول بقى بمشي عليها، ابدأ ادور عن الفعل المساعد. فين الفعل المساعد؟ هنا، دو، بكل بساطة. طيب اهو الفعل المساعد عندي اهو، انا كاتبه لكم كتير قوي، كل ده فعل مساعد. بعد الفعل المساعد ابدا ادور على الفاعل، فين الفاعل؟ يو. طيب فين الفعل اللي بعد الفاعل؟ الفعل الايه؟ الاساسي. بصوا اهو، وبعد كده اكتب اخر الكلمه اللي فضلت. تعالوا نقراها كده بقى. Where do you study science؟ اين بتدرس الساينس؟ تعالوا بقى اخر سؤال، وهو الباراجراف، وازاي اقدر اكتب باراجراف. قلنا لكم كتير، وقلت لكم ان في حلقه بقى كده مجمعه لكل الباراجرافات بتاعت كل وحده. بصوا الباراجراف لازم ابدا ايه؟ اكتب اول حرف يكون كابيتال ليتر لازم، وهعمل ايه؟ هو الباراجراف عباره عن ايه؟ عن جمل، صح؟ طيب انا عندي تكوين الجمله، انا عندي الاساس اهو، فاعل فعل، واكمل باقي الجمله وامشي على كده، واكتب اهو فاعل وفعل واكمل واحط فول ستوب، وابدا جمله جديده بحرف كابيتال تاني جديد. تعالوا نقرا كده. هو عن يور سكول، يعني مدرستك، فانت طبعا هتحولها لماي سكول. تعالوا نشوف بيج 242. يلا نقرا كده الباراجراف اللي عندنا ده. يلا نكبر لكم الصوره. اول حاجه هقول طبعا ايه؟ مدرستي. انا هبدا الجمله بايه؟ بحرف كابيتال بقى كده، هبدا السطر اول حرف اهو كابيتال، ماي، ماي سكول. عارفين ماي سكول دي؟ الفاعل اهي، مدرستي دي الفاعل. تكون الفعل اهو از، ماي سكول از، مدرستي تكون. عايزه اقول كبيره جدا. طيب كلمه جدا هاتها الاول وبعد كده الصفه، فيري بيج، كبيره جدا، ومدهشه، اميزنج، اند اميزنج، فول ستوب. كده خلصت الجمله. يلا هنبدا جمله جديده بحرف كابيتال تاني اهو، زير ار، يوجد. زير ار معناها يوجد، بيجي بعدها اسم جمع، ميني يعني عديد او كتير، بيلدينجز مباني عديده، ان ات فيها، ما هي ات دي يقصد بيها السكول. كده خلصت الجمله الثانيه، ابدا بقى جمله ثالثه بحرف كابيتال تاني، وقلت هنا زير از، يوجد برضو بس معناها بعدها اسم مفرد، ماشي. زير از ا، اداه النكره اهي، زير از ا نيو لابوراتوري، يعني بيوجد معمل جديد ان اور سكول، في مدرستنا، فول ستوب. خلصت الجمله. جمله ثانيه ايه بقى؟ تعالوا نشوف اهو. وي، احنا بدانا بحرف كابيتال اهو، احنا كان بنقدر ستادي، ندرس ساينس العلوم، ذير هناك، ذير معناه هناك، فول ستوب. يلا نقول جمله جديده، نبدا بحرف كابيتال اهو، ان في ذا لابوراتوري، في المعمل، ذير از، بيوجد equipment، معدات، which، اللي، we need، احنا بنحتاجها، to، لكي او علشان، do experiments، بنجري تجارب. جملة تانية، our school playground، ملعب مدرستنا. عارفين الثلاث كلمات دي؟ فاعل، ملعب مدرستنا، our school playground، بيكون فعل is، بيكون ايه بقى؟ a large open area، منطقة مفتوحة كبيرة. يلا جملة تانية جديدة، there are benches، بيوجد مقاعد، to sit، لتجلس، لكي تجلس، on under the trees،
عليها تحت الأشجار. We إحنا have a nice garden. عندنا garden لطيفة in our school في مدرستنا. جملة تانية We grow إحنا بنزرع plants نباتات in it فيها. جملة تانية We have إحنا عندنا many laptops كمبيوتر محمول يعني أجهزة and tablets in our computer classrooms في فصول الكمبيوتر. This can هذا بيجعلنا بيخلينا this can بيقدر help many students بيقدر انه بيساعد العديد من الطلاب study easily يدرسوا بسهولة. كده بس خلصنا كل تدريبات درسنا، يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش اهم حاجة تدوسوا لايك للفيديو وتشيروا كل الفيديوهات مع اصحابكم علشان الفايدة توصل للجميع وقناة انجليزي كل المراحل تكبر بيكم. باي باي.